The price for this freedom at times has been high, but we have never been unwilling to pay that price. Those who say that we're in a time when there are no heroes, they just don't know where to look. خصص هذا اليوم من كل عام لتوجيه الشكر لهم لأنهم قدموا حياتهم من أجل أن نبقى. It doesn't take a hero to order men into battle. It takes a hero to be one of those men who goes into battle. هو أكثر من يوم بدأ عام 1966، يقول البعض 68، بدأ يوماً تحول إلى 3. هدفه أن نتذكر أن الحرية تصان بالأرواح، وأن هناك الكثيرين الذين لم يترددوا في تقديم أرواحهم من أجلها. جنود ومدنيون يقصدون مدافن أرلينغتون، هي المدافن العسكرية تزين بالأعلام الأمريكية والزهور والدموع. 284,000 علم. Each one of those markers is a monument to the kind of hero I spoke of earlier. لماذا ارتبط هدير العاصفة بهذا اليوم؟ بدأ عام 1988 بهدف الاحتجاج على الظروف الصعبة بعد حرب فيتنام. يأتي راكبو الدراجات من كل الولايات الأمريكية، أحياناً من حول العالم، يلتقون أمام البنتاغون، لكن سائقي هذه الدراجات هم من المحاربين القدامى. العاصفة الأولى كانت للمطالبة برفات جنود لم تصل، ورهائن لا يزالون خلف سجون الأعداء. تحولت مطالبهم إلى مبادئ وقوانين، وتحولت عاصفتهم إلى مناسبة وطنية، مناسبة للتعبير عن الاحترام لكل الذين خدموا ودافعوا عن بلدهم. والاحتفال بالحرية يدفع إلى إغلاق المدارس والأسواق. وول ستريت غداً الاثنين مقفلة. صادفت ذكرى هذا العام الذكرى 100 لميلاد الرئيس جون كينيدي. What your country can do for you, ask what you can do for your country.